قال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إن إيران تمثل تهديدا على إسرائيل، وأضاف أن هذا التهديد قد يصبح خطرا على ما وصفه بالعالم المتحضر. يجب ألا نقلل من هذه التهديدات وألا نجعل أعداءنا يقللون من إمكانياتنا، فتهديد أمن الشعب اليهودي قد يتحول إلى تهديد للعالم المتحضر. سنقف بكل حزم حتى يدرك العالم المستنير الخطر المحدق به.